اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا القفزه العملاقه للاهلي للمستقبل ورؤيه الاهلي 2050، وازاي مجلس اداره النادي الاهلي مشغول بتحديات 30 سنه لقدام يستشرف فيها مستقبله ويحقق طموحات جماهيره ورغبات واحلام اعضائه برؤى اقتصاديه كبيره جدا. كان ليك تعليق اخير عليها. كان ليا تعليق مهم. عايزين بس الناس تبقى فاهمه ان الشركات اللي طالعه دي والاحلام اللي طالعه دي والتفكير اللي طالع ده والتطوير اللي طالع ده بالاضافه الى ما سبق توقيع عقده من خلال الحزمه الاقتصاديه اللي اصبحت مسؤول عنها شركه السادات. شركه السادات مسؤوله من خلال شركه لايف للسادات، سادات لايف، عن القناه، وبعد كده شركه السادات مسؤوله عن مشروع استاد السلام اللي احنا قلنا ان هو عقده 9 سنين مع النادي الاهلي. واتكلمنا عليه بالتفصيل. تسويق الاسوار اللي انا قلت مع انها هتفضل تتطور وتزيد ويحصل اضافات من خلال ما سيضاف اليها من التجمع او اي افرع اخرى، وده ضمن ودي هتبقى بره، الجديد هيبقى بره، لكن الاسوار الحاليه في ضمن الحزمه الاقتصاديه. واخدينها ب 5 مليون لا سنوية. الحزمه كلها هي ب 5.5 مليون، لكن الحزمه كلها عدت ال 65 مليون سنويا، وفيها نسبة سنوية بتزيد بنسب سنوية. أيوة. كمان احنا قلنا القناة، فرع الأقصر، فرع الأقصر، حمام السباحة، التربية والتعليم، أيوة، استاد السلام، استاد السلام، الأهلي والسلام، الأهلي والسلام، وأسوار النادي، وأسوار النادي. خمس حاجات من خلال شركة السادات بتديرها كوحدة اقتصادية. وحدة اقتصادية لفترة معينة من العقد، فترة طويلة من الاستثمار. فإحنا بنتكلم إن أي حاجة بتيجي بعد كده إضافات إلى هذا، يعني كل ده لسه هيضاف إلى الميزانية الضخمة الجبارة اللي حضرتك بتتكلم عليها. وده برضو نتاج هذه المشاركة الكبيرة اللي بكيانات وطنية كبيرة. النادي الأهلي يتشارك مع شركة السادات الوطنية، وشي تيجي شركة لايف تدير قناة الأهلي من خلال شركة السادات. هذه المشاركة مع الشركات الوطنية الكبيرة تثمر كل هذا الثمار بحجم استثماري ضخم جدا حضراتكم شفتوه. وأجمل ما فيه وأهم ما فيه أنه النادي الأهلي من خلاله مع شركة السادات عرف إزاي يستنبط ويبتدع ويبتكر روافد استثماريه كلها جديده. كلها ما كانتش موجوده. انت بتستثمر العلامه التجاريه بتاعتك. انت كنت بتدفع قد ايه في الملعب عشان تلعب عليه؟ لا، ده بيقول لك تعال العب وخد فلوس. تعال والنبي قرب من الحته دي عشان انت النادي الاهلي. تعال لي بالعلامه التجاريه للمكان ده والنبي وقف شويه عشان انت النادي الاهلي. هو ده تسويق العلامه التجاريه، وهي دي قيمه النادي الاهلي اللي بتجيب له كل هذه الارباح اللي في النهايه هدفها ازاي يفضل النادي الاهلي قوي، ازاي يفضل النادي الاهلي قادر يحقق طموحات جماهيره واعضائه، وازاي دايما وابدا يكون حر قراره. حر قراره، مش محتاج حاجه من حد، محدش هيعطل، ازاي يقدر يخدم بلده ويحقق طموحات وطنه. ده النادي الاهلي منذ ان نشا باهداف وطنيه، وباذن الله تعالى يظل هكذا.